السيدة السادة أينما كنتم وطبتم وطاب الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم من الفضاء الشادية ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية ضمن اهتماماتها بصحة ذوي الاحتياجات من المصابين بالأمراض الخطيرة والمستأصية. قامت صباح اليوم سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بزيارة إلى مستشفى الأم والطفل من أجل متابعة العملية الجراحية التي تجرى لإحدى المريضات الشاديات التي تعاني من مرض عجيب. تقرير عائشة خليل بلال. في إطار وقوفها مع الضعفاء والمحتاجين بالبلاد لا سيما المرضى وعبر مؤسستها القلب الكبير التي تكفلت بالعديد من العمليات الجراحية خارج تشاد، وها هي الآن تتكفل السيدة الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بالعملية الجراحية الخطيرة للشابة إنجلين ميسبار بمستشفى الأم والطفل خلال زيارتها للمريضة. إنجلين ميسبار التي ولدت بقرية مايغولاي بمقاطعة كارا التي تبعد حوالي 15 كيلومتر من مدينة دوبا، البالغة من العمر 16 عاما والتي تعاني من ورم في الرأس منذ أن كانت رضيعة، واستمر مع هذا المرض حتى اليوم وهي يتيمة الأم والأب منذ صغرها. وتجيء هذه الزيارة الإنسانية لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو قبل بدء العملية الجراحية بنصف ساعة، حيث قدم الأطباء خلال الزيارة شرحا مفصلا لرئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو التي تكفلت بالعلاج عن مدى سهولة ونجاح العملية. الأطباء الذين يقومون بهذه العملية كلهم أفارقة، اثنين جراحين تشاديين وهم أوليفي إنغار ناجيم ومحمد نور أبكر جبريل، وطبيب من دولة البنين متخصص في التخدير، وطبيب من دولة النيجر متخصص في أمراض العيون، وبمشاركة طبيب متخصص في الأذن والحنجرة. سيدة البلاد في هذه الزيارة تمنت للفريق الطبي النجاح والتوفيق، كما شجعت رئيسة مؤسسة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو الشابة إنجلين ميسبار التحلي بالصبر، وأضافت بإذن الله ستنجح هذه العملية التي ستجرى بعد قليل. حيث قامت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بمرافقة المريضة إنجلين ميسبار حتى صالة العمليات وبرفقة المدير العام لمستشفى الأم والطفل صالح عبد السلام وجميع العاملين، كما تمنت لها الصحة والعافية. على حسب قول شقيقة المريضة السيدة ريماجي كولاجينا، تحدثت عن المعاناة التي قضتها شقيقتها أنجلينا طيلة فترة مرضها، وقالت منذ أن أصيبت بهذا المرض لم نحصل على الدواء اللازم ولا حتى المساعدة إلى أن وصلنا هذه المرحلة الحرجة، ولكن بفضل الله وبمساعدة مؤسسة القلب الكبير عندما سماعها بمرض إنجلين طلبت فورا بنقلها إلى العاصمة أنجمينا من أجل تلقي العلاج، وها نحن اليوم بمستشفى الأم والطفل وشقيقتي في غرفة العمليات أطلب من الله سبحانه وتعالى أن تنجح هذه العملية. شاكرة في نفس الوقت سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير على هذه اللفتة الكريمة والإنسانية. الدكتور محمد نور المتخصص في جراحة الأطفال بمستشفى الأم والطفل يحدثنا عن كيفية إجراء العملية. والله بنادي عنده ورم من فترة زيادة من 10 سنين، ورم شال نصف الرأس كله زي ما شفتوا في الصور، وعملية تشيل حوالي ساعة ونص ساعتين، ولو في صوبات ممكن زيادة. وبالنسبة للنجاح يعني ده ممكن نقول في يعني احتمال كده 70% ده بتاع نجاح. التكاليف عن العملية ده بيجي للفونداسيون جران كير، المؤسسة القلب الكبير ده، المؤسسة اللي جاب المريضة من مندو لنجمينا وبتشيل التكاليف بتاع العلاج ده كله، الفحوصات والكونسلتاسيون والأدوية والعملية وكل شيء. أما من جانبه الأمين التنفيذي لجمعية كومانغرا السيد إمبايدين تجي يحدثنا عن كيفية الحصول على إنجلين ميسبار. مرة وايد بمشي بموت في دارم ده في فيلاج أنا مدا شافتها في الماء جالان في SOS أنا فيسبوك قال بنين ده تاباني مرة وايد أمونوا ناس اللي عندهم شغل شارق اللي يمشي أمونوا ده بفونداتريس أنا إمبايدين كلاري جاي فرانس ناداني وراني قال أمشي زايدة بنين ده بسنكان ميل ماشيت شفتها
situation nam da moyen fa marro na de ta president na da wareta gal keda afa ma fami dol kan khasdo sheila binay da jiba fi mundu o dawa facha nasal ya wono dawum sino anina association da gan parene yal banawi dol fi kadaji darbara dol o shilta jipta mundu salta famia ga khasdo grand seraga ma grand freraga kullu kamitum jiptu mundu suivre soin da ke o shafoka da marada marada gashi ille jamena idawu jamana atana rasana papier les fondations grand cœur accepté parce nadana jina asada gaina jamana da grâce na fondation grand cœur. وعقب الساعتين والنصف تماما تمت العمليه الجراحيه للشابه انجلين مسبار، حيث تم تخريجها من غرفه العمليات ويصاحبها جميع الدكاتره الذين اجروا هذه العمليه الجراحيه. لذا نقول مبروك للطب التشادي ومبروك لأسرة إنجلين مسبار ومبروك لمؤسسة القلب الكبير التي تبنت هذه العملية الخطيرة وأنقذت حياة الشابة إنجلين مسبار. بالفعل إنجاز كبير، ونتمنى التوفيق والنجاح لمؤسسة القلب الكبير ولسيدة الأولى هند دبي إتنو. وعقب الزيارة تحدث مدير مستشفى الأم والطفل عن هذه الحالة المرضية واهتمام سيدة الأولى هند دبي إتنو بصحة المواطنين التشاديين. اولا نشكر الناس اللي فكروا في البنيه ده، اول نادم هي سيدة الاولى من شافها تكلمنا قال شدوها فكروا فوقها وسولا كل شيء اللي تقدروا تسووه في مسؤوليتي انا نكلف بكل شيء. والحمد لله نادنام وجو من جنوب تشاد وعندنا الدكاتره عندهم نيه في خدمتهم، عندهم نية في المتخصصين الجراحين المسؤول من حنجرة والأذان والمسؤول من عيون وهنا التقدير كل شيء سوى جهودهم. والمريضة دي اليوم شالوها الحمد لله، العملية نجحت. هسه حاليا قاعدة في الأنستيزي، شوية قاعد تقوم قاعد تتحرك، انتو كله شفتوها. وللناس المستشفى الأم والطفل زي ما الحكومة سوتها هي للمرضانين كلهم، للتشادين كلهم، خلي تشادين حتى الناس القاعدين برا من تشاد القريبين في الحدود زي كامرون يجوا. دونك المستشفى يقدر عند دكاترة متخصصين عندهم فكر، لكن مرات ناقص لنا حاجات بسيطة زي إمكانيات ولا للتحليلات ولا للإكس راي للإيماجري، بس ما نقدر نسوي. ونشكر الناس اللي جو كلهم اللي ساعدوا البنية ده.